بارقة أمل جديدة، شركة لبنانية تفوز بجائزة ستيفي الذهبية. تقرير يارا الهندي. يتخبط لبنان يوميا بمشاكله الاقتصادية والسياسية، في حين يتمسك بأي إنجاز داخلي أو خارجي لمواطنيه وشركاته. بارقة أمل نتحدث عنها اليوم، وهي جوائز ستيفي، أي جوائز الأعمال الأولى في العالم لتكريم وتقدير الإنجازات والمساهمات الإيجابية للمنظمات والشركات ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم. هذه الجوائز المتاحة للشركات والأفراد من 17 بلداً تعتبر من الجوائز المرموقة في عالم الأعمال، حيث تكرم الإنجازات المتميزة في أماكن العمل عبر عدة برامج مثل جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي أطلقتها قبل 20 عاماً. لبنانياً، شركة إنكريبت هي الشركة الوحيدة التي فازت بجائزة ستيفي الذهبية عن فئة الابتكار في إدارة وتخطيط وتنفيذ التكنولوجيا بجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022. مرة جديدة إنكريبت ترفع اسم لبنان إقليمياً وعالمياً من خلال التزامها بالجودة والبحث والتطوير المكثف في صناعة الأمن الرقمي لتلبي احتياجات الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات المالية. وهذه السنة تم تقديم أكثر من 700 ترشح من مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فئات مختلفة، مثل التميز في الابتكار في المنتجات والخدمات، الإدارة المبتكرة، الابتكار في مواقع الشركات وغيرها من الفئات الأخرى، حيث تم تحديد الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية من خلال 6 لجان تحكيم حول العالم تضم أكثر من 100 تنفيذي. والجدير بالذكر أن الاحتفاء بالفائزين سيتم في 21 أيار خلال حفل ينظم في فندق والدورف أستوريا في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا بد لنا من الإضاءة على أهمية القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وقيامه بدور ريادي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.